صباح الخير مشاهدينا مشاهدي الأخبارية السورية. نحن اليوم متواجدين في حديقة السبكي، اليوم يوم النظافة العالمي. محافظة دمشق برعاية منها وبالتنسيق مع الغرفة الفتية الدولية اليوم قاموا بفعالية تهدف إلى تنظيف وتجميل عدد من الشوارع في سوريا وفي دمشق بالتحديد، من ضمنها حديقة السبكي التي نحن متواجدين فيها. طبعا اليوم سيتم التنسيق بين عدد من الفرق وعدد من الفعاليات المتواجدة، منها الغرفة الفتية الدولية والأمانة السورية للتنمية وعدد من الجمعيات والفرق المتواجدة والتطوعية. طبعا راح يكون معنا الآن سنين نائب الرئيس المحلي للنطاق الدولي. صباح الخير. صباح الخيرات، يعطيك العافية. اليوم عن هدفكم، شو رسالتكم اليوم بهالفعالية؟ هلا اليوم نحن نازلين لحتى نضوي على أهمية النظافة. اليوم طبعا هو اليوم العالمي للنظافة، يحتفل فيه بشكل عالمي. نحن بالنطاق الدولي كثير السنة اهتمينا بالأيام العالمية لحتى نضوي على الأمور اللي هي كثير مهمة. فالنظافة هي جزء من بناء الإنسان. نحن اليوم بالمجتمع السوري بهمنا كثير إنه نرجع نحاول نعزز هي القيم، نحكي قديش اليوم المظهر الحضاري للمدينة مهم لحتى نرجع نحس بقديش هذا الشيء مهم وحلو. اليوم الشباب جزء كبير منهم بيآمن بهي الفكرة، بيآمن بأهمية النظافة. قديش نحن كأفراد قبل ما نكون أي شيء تاني مهم أنه نحن ننقل هذا الشيء مو بس من بيوتنا وكمان لشوارعنا. بالنظافة بتنبنى بتبدأ الحضارات، وأكيد يعني نحن بهمنا أنه نرجع نعزز هي القيمة. اليوم بالتنسيق بين عدد من الجمعيات، ممكن مين الجمعيات متواجدة معكم اليوم؟ أكيد. هلا نحن أكيد بنتشكر كثير المحافظة على رعايتهم لهي الفعالية. اليوم إذا بدنا نحكي عن الجمعيات اللي مشاركة معنا، في عنا الأمانة السورية للتنمية، بنتشكر أيضا على الدعم اللوجستي اللي قدمته. في عنا اتحاد شبيبة الثورة، فريق عمرها التطوعي، جمعية سورية للبيئة، جمعية تنظيم الأسرة، عندنا كمان فريق كنز أخضر، كل هاي الواي بير، الباحثون السوريون، تمام. كل هاي الفرق كانت معنا اليوم لحتى تشاركنا بهذا الإيفنت. شكرا لك أنسة سنين صباغ. سالي رح نشوف كمان، نكون مع الأستاذ باسل ميهوب، عضو استاذ باسل ميهوب، عضو المجلس التنفيذي لمحافظه دمشق. استاذ باسل يعطيك العافيه. اهلا، يسعد صباحك. اليوم عن سبب هالفعاليه اليوم برعايه منكم الفعاليه. طبعا يسعد صباحكم جميعا. طبعا نحن اليوم 18 ايلول يصادف اليوم العالمي للنظافه، وبناء عليه قامت محافظه دمشق طبعا بالتعاون مع كافه الفعاليات الاهليه، مثل ما انتم شايفين جمعيات البيئه والنظافه والمخاتير ولجان الاحياء، وبالتشاركيه مع غرفة الفتية الدولية جي سي اي، طبعا وفي اتحاد شبيبة الثورة. طبعا اليوم نحن البرنامج تبعنا انطلقت الفعالية نظافة مشافين من جانب حديقة السبكي وكل قطاعات مدينة دمشق. استعملناهم فرق مكونة من الجمعيات ولجان الأحياء والشبيبة وجي سي اي والأمان السوري طبعا للتنمية ومديرية البيئة ومديرية النظافة، المديريات الخدمية، أخذوا كل مجموعة منهم قطاع في مدينة دمشق وبدأت في حملة النظافة. شو هدف اليوم لهالفعالية؟ نحن اليوم يعني هذا هو التكريس، فينا نقول كونه اليوم عمل تطوعي هلا بالنظافة، اليوم العالمي للنظافة، فنحن أول شيء تكريسا لهذا اليوم. طبعا هو المفروض يكون عندنا كل يوم اليوم عالمي للنظافة الشخصية والمجتمعية والبيئية، ولكن نحن اليوم تكريسا له وتحريك الشارع من قبل، يعني اليوم لما شايفين العالم إذا بتنتبه على البرندات عم يطلعوا علينا انه هي الناس جاي تنظف، فربما يكون عنده نوع من الاندفاع فيما يخص موضوع النظافه، تبدا من نظافته الشخصيه والمنزليه تنطلق لحارته ومن ثم لمجتمعه. فاليوم العالم كله عم بيشوف انه نحن كمحافظه والشباب والبنات والشباب، وحتى في منهم كبار بالعمر وفتيه صغار، كلهم متطوعين لهذا العمل النظافي الحلو اللي هو بيعكس نوع من انواع الحضاره، واللي كما نقول دائما نحن النظافه هي عنوان للحضاره، فنحن هذا النظافه اليوم هي عنوان لحضارتنا المكمله للحضاره للامور الثانيه اللي هي بتعني حضاره مدينه دمشق وسوريا كلياتها.
شكرا لك استاذ باسل، شكرا لك، كل الشكر لك. سالي خلينا نروح كمان للاستاذه سولينا حماده، عضو قياده اتحاد شبيبه الثوره، هي من ضمن المشاركين اليوم بالفعاليه. يسعد صباحك، صباح الخير للجميع. نحن بمناسبه اليوم العالمي للتنظيف في معنا مجموعه من شبابنا، شباب المنظمه، حبوا اليوم يكونوا متواجدين باكثر من قطاع. مثل ما بتعرفوا بقدر ما بتكون البيئه نظيفه هذا بينعكس على حياتنا، اكيد بتكون حياتنا صحيه، واكيد بيكون هيدا شيء حضاري يعني. فهيدا اللي بنعلمه لشبابنا، ومو بس باليوم العالمي للتنظيف، لازم يكون هيدا خطه عمل بالنسبه لنا على مدار العام. فهي الشباب موجودين ومع كل الشركاء، يعني ان كان من الجي سي اي والامانه السوريه للتنميه وفريق عمره وغيرهم من الفرق التطوعيه. شكرا لك. شكرا لك. سالي اليوم صوره جميله صراحه، نرى شيوخ، نرى رجال كبار في العمر، ونرى شبان وشابات متواجدين في فريق واحد. اليوم معنا العم هون، هو احد المتطوعين، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، مرحبا، الله يخليك. شو الرساله اليوم اللي عم توجهوها انتم من خلال الفعالية؟ الحقيقة هي هالفعالية هي عبارة عن نقطة انطلاق ودعوة لكل مواطن صغير كان أم كبير في هذا المجتمع أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة، لأن سلامة البيئة هي سلامة الفرد، وكل ما كانت البيئة سليمة كل ما كان عندنا مجتمع سليم ومتكامل. أنا كرئيس الجمعية السورية للبيئة بدعي كل مواطن سوري أن يتحمل هذه المسؤولية، لأنه هذا عم ينعكس بشكل مباشر على صحتنا وصحة أولادنا وصحة كل من في هذا المجتمع يشاركنا هذه الحياة، وهو وطننا، وعلينا أن نحافظ عليه سليما ومعافى. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا. طبعا الصورة لحالة عم تحكي سالي. نحن اليوم بين محبين البيئة، بين محبين النظافة صراحة. اليوم هن عم يتقسموا لجروبات ليكونوا يتوزعوا ضمن أحياء دمشق، من ضمنها الشعلان، الصالحية، الحمراء، الروضة. معنا هون أحد الشبان المتواجدين، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو رسالتكم اليوم؟ شو الهدف من هالفعاليه؟ الهدف انه نحن ننظف الشام بشكل عام، و يعني بس هي صراحه. شكرا لك. اليوم حيكون معنا كمان احد الصبايا المتواجدين هون، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اليوم رسالتكم اللي بتوجهوها؟ انه كل حدا يبدا بحاله، لانه لازم نحس بعمل النظافه اللي عم كل يوم عم يتعب ويهلك. فنحن لازم نحس انه هي بلدنا، فلازم تكون انظف، وكل حدا يبلش من حاله، ما يستنى غيره ليبلش بهالشيء. شكرا لك. شكرا لك. نعم سالي.